أهلا بكم في موجز جديد للأنباء يأتيكم من موقع صدى البلد. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل. وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة النقل، خاصة ما يتعلق بتطوير الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية وكذا تطوير السكك الحديدية والموانئ البحرية. كما تم عرض جهود تطوير الطريق الدائري المحيط بالقاهرة الكبرى من خلال توسعته ورفع كفاءته، فضلا عن تنفيذ محاور مرورية جديدة شاملة كافة الخدمات لربطه بالتجمعات العمرانية على جانبي الطريق. كما وجه الرئيس السيسي بالانتهاء من أعمال تطوير الطريق الدائري في ديسمبر من العام الجاري، فضلا عن إنشاء ورش بديلة لتلك المتواجدة أسفل الطريق الدائري في تجمع منفصل كامل الخدمات خارج الكتلة السكنية. قال وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار إن خطة التنمية التي تسير عليها الدولة تهدف لتنمية المنطقة الشرقية وتوقعات شرق القاهرة، ولفت إلى أن مشروع العاصمة الإدارية وحدائق العاصمة والمحور الموجودة على نفس الطريق يعد بداية لتنمية سيناء، مؤكداً أن المشروعات السكنية الجديدة تضيف طاقة للإسكان بشكل كبير. وأضاف أنه سيتم تدشين المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية وانتقال الحكومة قريباً، مؤكداً أن منطقة شرق القاهرة وربوع مصر كلها تشهد انتقالة حضارية في سبيل إيجاد سكن مناسب للجميع. طلب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جميع أولياء الأمور بالتوقف عن إثارة الأسئلة الجدلية حول امتحانات الثانوية العامة لعام 2021. وقال وزير التربية والتعليم عبر جروب ادعم طارق شوقي عبر تطبيق واتساب: أرجو ألا نخوض في التفاصيل الفنية لامتحانات الثانوية العامة، حيث إنها من صميم عمل الوزارة ولا علاقة للطالب بها. وأضاف وزير التربية والتعليم: أرجو التركيز فقط على تحضير الطلاب لامتحانات الثانوية العامة ولا نحاول الدخول في تفاصيل فنية. وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن السكوك السيادية، وشهد المجلس الموافقة على أن تكون مدة الصك 30 عاماً قابلة للتجديد، فضلاً عن الموافقة على تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادي غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل مصر أو خارجها. وإلى حالة الطقس، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس غداً الاثنين يكون حاراً نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدلاً على السواحل الشمالية، حاراً على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد. وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن هناك ارتفاعاً طفيفاً في درجات الحرارة غداً على كافة أنحاء الجمهورية خلال ساعات النهار، ولكن يبقى الطقس غداً خلال ساعات الليل لطيفاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وتكون الظواهر الجوية المؤثرة في حالة الطقس غدا هي نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة. وإلى أخبار الرياضة، حيث كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سلبية المسحة الطبية التي خضع لها الفريق أمس للكشف عن فيروس كورونا. وحرص الجهاز الطبي للزمالك على إجراء مسحة طبية للفريق من أجل الاطمئنان على الجميع، خاصة بعد العودة من فترة الإجازة التي حصلوا عليها. ويستعد الفريق لمواجهة أسوان المقرر لها يوم 17 يونيو الجاري بالجولة 26 للدوري الممتاز. كان هذا موجزا لأهم وآخر الأنباء حتى الساعة، ولمزيد من التفاصيل زوروا موقع صدى البلد الإخباري. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.